احنا كنا قاعدين بنصلي، صلينا المغرب يا بني وقاعدين بنفرش لاولادنا بدنا. Hamas 35 personnes ont été dont de nombreux civils. Israel must immediately halt its military offensive in Rafah in southern Gaza. هذه مش رهيبة ارتكبوها. ما سمعنا الا صوت عالي جدا والنار ولعت حوالينا. كل شيء يكون شاف مقاطع القصف اللي وقع البارح، قصف اللي وقع من طرف اسرائيل واللي استهدف مخيم تل سلطان، مخيم اللي كيتواجد في حدود رفح جنوب ديال قطاع غزه، واللي كيعرف تواجد الالاف من اللاجئين اللي جاوا ليه بعد ما بقاو بلا منزل ولا ماوى. يعني الوضعيه في ذوك المخيمات كانت جد صعبه، ناس ما لاقيين ما تاكل، دراري صغار ما لاقيين ما ياكلوا، فين يلعبوا، كيعيشوا في خيام حيت ان ابسط حاجه اللي بغاو يحصلوا عليها كالخبز غاليه، فكيعيشوها بالمساعدات اللي كتوصل مره في شحال واللي عباره عن معلبات بزز باش دوز رمضان ولا الاعانات اللي مصبرهم تما هو التانوس حيت انهم عندهم نفس المحنه. انها الحين في الشهر الخامس واحنا من مكان لمكان، وين ما حكونا اليهود روحوا هينا اجينا نزحنا، والحين بيقولوا بدهم يجوا على رفح، طب انتوا ليش بتجيبونا على رفح ما دام انتوا بدكم تحتلوا رفح؟ بلا ما نهضروا على الحاله النفسيه اللي كيعيشوا فيها، فالاغلبيه فيهم فقدوا شي واحد، امر اللي كيدفع الان بزاف الاسر تما بالضغط والحاله النفسيه تفكك. هادشي علاش؟ باش نوضح لكم ان المنطقه اللي استهدفتها اسرائيل ما فحالهاش، بل كيقولوا الناس سيروا لتما باش تكونوا امنين. قالت لك اسرائيل ان سبب القصف كان هو انهم لاحظوا واستكشفوا شي تجمع ديال حماس، فقصفاتهم ليله البارحه بثمانيه السوارخ، تخيلوا معايا ربع شهور ما قصفاتش ونزلت عليهم ليله وحده، فين مشى الضحيه ديال العشرات؟ نعود مرة أخرى إلى الأخبار العاجلة والقادمة من رفح، حيث ارتفع عدد الشهداء جراء قصف مخيم للنازحين إلى 27 على الأقل وإصابة العشرات. واستهدفت هذه الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات الأونروا غربية مدينة رفح. في هذا الفيديو غنعطيكم كاع تفاصيل هذا الهجوم، شنو كانوا ابرز لي رياكسيون الدوليه وشنو هي اخر المستجدات. حاجه وحده الاخوان، هاد الفيديوهات كيتعرضوا للتقاطع ما كيوصلوش للناس بعاد، يعني ما كيريكومونديهمش يوتيوب، دونك الا قدرتي تخلي شي لايك شي كومونتير جوج ثلاثه اربعه خمسه 10 باش الفيديو تريكوموندو يوصل لابعد مدى، ولا صيفطوا لشي واحد مهتم بالموضوع باش ما يتكنسلاش. اوكي، راكم عارفين هاد المواضيع ما كيبغيهمش يوتيوب، ما تطول عليكم نبداو مرة الانترو. ديكاس اي واحد مش شهيد وما عندناش مع الكساله. اول حاجه خصنا نبداو بها هي المكان بالضبط اللي استهدفته اسرائيل في الهجوم ديالها. المكان اللي كيف ما ذكرنا في الانترو هو مخيم او معسكر تل سلطان، اللي كيسميه مخيم رفح. بكل بساطه هو واحد مخيم للاجئين الفلسطينيين اللي كيجيو من مدن اخرى بعد ما قصفوا ولا دمروا لهم المنازل ديالهم ولا لاي واحد ما عندوش مسكن. هو واحد من ثمانيه المخيمات او معسكرات كاينين في غزه كامله، في قطاع كامل هو واحد فيهم اللي كاين في الجنوب فين كيتواجد شمال غرب مدينه رفح، وتاسس كشكل رئيسي باش يستعب اللاجئين ديال مخيم كندا اللي كانت تخلق. هادشي من بعد ما مصر رجعت الاراضي ديالها، يعني ضمات فين كان داك المخيم رجعته له وحيداته. دونك فلسطين تما في رفح بنات واحد الملجا اخر اللي سماته مجلس السلطان ولا رفح باش اللاجئين يبقى عندهم ديما فين يمشيو. هادشي مورا النهار اللي ترسمت فيه الحدود ما بين مصر واسرائيل. هاد المخيم ولا المعسكر تزيدوا السكان ديالو بشكل خيالي بعد بدايه الحرب في اكتوبر لعقلته وبعد الاشتداد ديالها. نظرا لان الهجره من مدينه غزه لجنوب البلاد كثرات، في المواطنين كانوا كل مره كيبعدوا من المناطق اللي نشطه بالقصف باش يحميو حياتهم، ولا طالما كانت هذه الفكره والغرض ديال اسرائيل كانوا ديما كيقصفوا الشمال كيبقوا غاديين هابطين باش الناس كاملين يهبطوا للجنوب باش في الاخر تخرجهم. المهم بزاف المواطنين كيلقاو راسهم وصلوا لمدينه رفح واحدين فيها، ما عندهم فين يسكنوا ما عندهم فين يباتوا، حيت انا المعبر ما كيتحلش نادرا الا الاعانه، بما ان مصر ما قابلاش انه يتحل وتستقبل داك العدد الهائل ديال اللاجئين، كتقول لهم خليهم مسدودين انا ما بغاهمش. دونك كيبقى عندهم الحل الوحيد هو داك المعسكر في كيبنوا الخيمه ديالهم، ولا كاين اللي كيبني شي حاجه بالحجر كيباتوا كيسكنوا تما وكيعيشوا بالاعانات. فين تما اكثر حاجه امامهم هي الاطمئنان بانهم ما غيتقصفوش، بما انه ديجا معسكر مخيم، دونك شكون اللي غيقصف مخيم فهمتوا، وعلى الاقل يستافدوا شويه من الاعانات. كيف ما تكونوا تخيلتوا الوضعيه تما جد صعبه، الدراري ما عندهم فين يلعبوا، العائلات ما عندهم ما ياكلوا، كيعيشوا بالاعانات والمعلبات، فراهم حرفيا كيموتوا بالجوع. هادي بلا ما نهضروا على الوضعيه النفسيه ديالهم تما اللي قدرت تسطى. تخيلوا معايا في الوضعيه وسط هذا الشيء كامل والمخيم والمعسكر، اسرائيل مشات واستهدفت ذاك المكان بالضبط، قصفته جوا بثمانيه الصواريخ ما
بعد ما 4 شهور توقفوا الغارات والصواريخ اختتم على فجأة في المسحات البلاصة اللي قصفتها كاملة وشالت فيها العافية، كانوا ضحايا أبرياء. المكان اللي كانت كتبيعه على أنه آمن، المعسكرات مخيمات ما كان قصفوا الشماء سقطوا تما في القاصفين تحت التبريد، لأنه ملاحظوا شي تجمع ديال الحماس. واش دابا بيبي صغير تكون في الفيديو اللي خرج شتو كيفاش داير مشى كله دري صغير يكون ديال الحماس بدون تعليق. على حسب المعطيات اللي خرجوا فرد القصف مشى الضحية ديالو 45 شخص، هادو العشرات اللي تصابوا، تدمر جزء كبير من المخيم، يعني حتى ديك الخيمه ولا ديك الدار الصغيره اللي كانت عند الناس مشات، وخلى الناس اللي نجات ولا اللي بقات تعيش في ترهيب وخوف دائم. تخيل معايا انت كيفاش غترجع الناس الى الليله اللي قبل ضربوك 8 الصواريخ في البلاصه اللي نسيتي فيها ومشاو الناس اللي كنتي صباح فاطر معاهم، كيفاش تقدر تنعس؟ خرجوا فيديوهات كيبينوا مورا القصف دراري صغار كيتخاطفوا على اكياس ديال الطعام تما عباش تعرفوا لاي مدى وصلهم الجوع، راه الوضعيه تما يمكنش. امام هذا القصف والمقاطع ديالو اللي جاو العالم كامل بينوا كيفاش ان اسرائيل استهدفت ابرياء ودراري صغار، خرجوا بزاف ديال الرياكسيون. نذكروا من ايمانويل ماكرون رئيس ديال فرنسا اللي لاح تويت قال انه مستعمل القصف اللي دارته اسرائيل هادشي راه خاصو يحبس، فرا الناس ما بقات عندها حتى شي مكان امن. غادو تو الكساندر دكرو برومي مينيستر ديال بلجيكا قال ان هادشي اللي دارته اسرائيل غير مقبول تماما. الدويته يولاندا دياس مينيستر ديال الخدمه في اسبانيا في طلبات من الرئيس بيدرو شانسيس يستدعي القنصله ديال اسرائيل ويدو معاه باش تشرح لهم وتفهمهم شنو واقع، كاين حتى شي تبريرات تقتل الابرياء. وتاكيدو كروسيتو مينيستر ديال ديفونس ديال الطاليان في الحضر اسرائيل من هادشي اللي كدير فيه قال لهم انكم كتبنوا واحد موجه كره ماشي عليكم، بالجهه اللي غتجي منكم ولادكم وحفادكم اللي هما اللي غيخلصوا الثمن. عاد واش صار الخطا اسرائيل في التصرف هاد الحالات؟ راه ما كتفرقش ما بين حماس والشعب الفلسطيني. جوزيب بوريل اللي هو غوبريزونطون ديال لونيون اوروبيان في الشؤون الخارجيه قال انه كيرتعش بالخوف بداكشي اللي شافوه امام عينيه، الدراري الصغار كيطيروا الى اخره. في التويت اللي راه كتب انه ضد كليا داكشي اللي كدير فيه اسرائيل وانه ما كاين حتى شي مكان امن في غزه، هادشي خاصو يحبس. وكالدول اللي رياكتات كانت ابرزها الامارات اللي بينات الموقف ديالها انها ضد هادشي كامل. من غير ردود الافعال كان واحد الحدث اللي دار ضجه كبيره الا وهو في الخطوط ما بين غزه ومصر، دو جنود المصريين والاسرائيليين كيتشرفوا بعضياتهم هادشي بلا حتى شي دوله ما تامر به عبيناتهم، امر اللي ادى لهم واحد الجندي مصري ما تقدرش نعمل القرارات اللي غتاخذ. هادشي اللي وقع. الى هذا الخبر العاجل ايضا لانه هذا اول تصريح من الجيش الاسرائيلي، الجيش الاسرائيلي يقول حادث اطلاق نار على الحدود مع مصر والامر قيد التحقيق ونجري اتصالات مع الجانب المصري. اذا هذا هو اول اعلان رسمي اسرائيلي بما حدث عند الحدود عند رفح. واحد الميساج انا استغلت الفيديو باش نبارطاجي معكم هو الاخوان ضروري مثل حصطوريات تبارطاجيو وتعلنوا وتبينوا الموقف ديالكم في هذه الحاله باش العالم كامل يعرف شنو واقع. انا لاحظتوا عكس البدايه فين كانوا المشاهير ستاند ويد اسرائيل اسرائيل الى اخره، دابا العالم كامل كله مع فلسطين، شوفوا عاد الدول الرؤساء الى اخره كلشي يعرف اسرائيل شنو كدير. واخا تكون عندك بابوني 10 100 1000 100000 مليون بارطاجيو وبين شنو واقع، فراه بفضل هذا البارطاج وهاد الفيديوهات اللي كيخرجوا العالم كياخذ موقف وكتزاد الضغط عليهم. داكشي علاش ما تبخلش في التبليغ، حتى هاد الفيديو نيت تصيفطوا لاي واحد مهتم باش يعرف شنو واقع القضيه. وما تنساوش انني داير لكم بلاي ليست خاصه من نهار اول هجوم درتو حماس ورد الاسرائيل، وانا متبع القضيه كندير لكم فيديو فيما كتوقع شي حاجه باش تفهم كلشي اللي واقع، وصيفط البلاي ليست نيت لاي واحد باغي يفهم. نتمنى الاخوان هادشي يسالي في اقرب وقت، الناس مساكن ما عندهم حتى فين يحطوا الراس بلا ما يفكروا بانها في اي لحظه تقدر تنزل عليهم شي حاجه. راه من شهر 10 هكا حتى دابا شهر 5 6 شي 8 شهور ولا 9 شهور في نظركم شنو الحل؟ كسؤال الحلقه خليه لي في الكومونتير. اذا شفنا طبيعه المنطقه اللي تقصفات اللي كيف مشوا ومخيم او معسكر اللي كانوا كيقولوا الناس انه امن عقل سوفيه يمشى الضحيه ديالو الابرياء 45 واحد بالضبط، شفنا كيفاش قصفوها ب 8 الصواريخ الضحايا اللي خلفات، موقف العالم والرؤساء من هذا القصف، ومشكل الجندي المصري اللي مشى ضحيه تبادل النار بين الجنود ديال اسرائيل ومصر. هكا الاخوان كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا، نتمنى تكونوا فهمتوا لي اهم حاجه. كان معكم فاروق لايف، نتلاقاو في فيديو جديد، تهلاو.